نبداو عدد اليوم جورنال فيغ بخبر اون والو في الموت في اول تعليق على اقالتي من تدريب الرجاء لم نتعرض لاي هزيمه في سنه 2022 لكنني احترم القرار. واكد البلجيكي مارك في الموت اول تعقيب ليه على اقالته منصبه كمدرب فريق الرجاء الرياضي انه كيحترم قرار المكتب المديري للنادي الاخضر. ووضح في الموت في تصريح خاص بموقع لافونيغ البلجيكي وقال كنحترم القرار والتصويت الديمقراطي. وضاف مدرب المنتخب البلجيكي السابق في سنه 2022 ومع قدوم اللاعبين الجدد في الميركاتو الشتوي ما تعرضنا للتهزيمة لكنني كنحترم القرار. وتابع في الموتس أن أنيس محفوظ رئيس الفريق غير غادر منصب كرسي رئاسة النادي في شهر يونيو المقبل بسبب الأشخاص اللي كيحاربوا داخل البيت الرجاوي. وتطرق الموقع البلجيكي لافونيغ لوجود حرب باردة داخل نادي الرجاء الرياضي وهي اللي تسببت في إقالة في الموتس من تدريب الفريق. هذا هو فسخ فريق الرجاء العقد اللي كان كيربطو بمدرب بلجيكي في الموتس في اجتماع عقدو المكتب أمس الأحد بمقر نادي ملعب الوازيس بحيث كان القرار تم اتخاذه مباشرة بعد مباراة أولمبيك خريبكا اللي انتهت بالتعادل بجوج الجوج وخلفت انتقادات عديدة لفيلموتس وأصوات طالبات بإقالته على الفور. غير أن مكتب أنيس محفوظ أجل تطبيق القرار لحين إجراء مباراة وفاق الصيف الجزائري. مدرب عربي يستغل اسم الرجاء لرفع اسمه في عالم التدريب. واتهمت مصادر إعلامية تونسية استغلال الإطار التونسي ومدير الكبير اسم فريق الرجاء الرياضي لأجل رفع من اسمه بعد قرار الاتحاد التونسي للعبة ذاتها بإقالته من تدريب المنتخب إثر خروج نصور قرطاج من دور ربع نهائي كأس إفريقيا اللي توج به المنتخب السنغالي. وحسب مصادر موقع نسمة سبورت تونسي فلا وجود لعرض من فريق الرجاء الفائدة المدير الكبير وكل ما في الأمر أن بعض الوكلاء كيروجوا الاسم ديالو لأجل رفع قيمته في سوق انتقالات المدربين. وجا في خبر نسمة سبور بأن أحد الوكلاء اقترح لإدارة فريق الإسماعيلي المصري التعاقد مع المدير الكبير في انتظار قرار إدارة الدراويش. وكانت إذاعة موزايك أف أم تونسية ربطت اسم المدير الكبير خلافة مارك فيلموتس المدرب المقال منصبه فريق الرجاء قبل ما تنفي مصادر أخرى تونسية الخبر وتأكد أنه فقط رفع سمة المدرب سوق انتقالات المدربين. الرجاء الرياضي يراهن على هذا المدرب لتكرار نجاحات الشابي. وبعد ما عبر عدد كبير من اعضاء المكتب المديري الحالي لفريق الرجاء ومعهم فئه عارضه من منخرطين والجماهير على استياءهم كوتشينغ المدرب البلجيكي رضخ انيس محفوظ القرار اقالته. وكشفت عده منابر ان اعضاء في المكتب المديري لفريق الرجاء اقترحوا على رئيس النادي التعاقد مع التونسي معين الشعباني المدرب السابق الترجي التونسي لتعويض مارك فيلموس اللي تمت الاقاله ديالو بالامس. وكيراهنوا مسؤولي فريق الرجاء على التعاقد مع معين الشعباني لتكرار النجاح اللي عرفوا الفريق الاخضر مع مواطن سعد جردة الشابي واللي تم التخلي على خدماته بدا يتراجع اداء الفريق الاخضر رغم تحقيق نتائج ايجابيه مهمه هذا الموسم فضلا على انه قادوا في الموسم الماضي للظفر بلقب كاس الكونفدراليه الافريقيه والبطوله العربيه للانديه البطاله بالاضافه للتاهل لدور مجموعات دوري ابطال افريقيا. هذا رد الحسين عموته حول تدريب فريق الرجاء الرياضي خلفا لمارك فيلموتس. وفي تفاصيل الخبر اعتذر الحسين عموته مدرب المنتخب الوطني المحلي على تدريب الفريق الاخضر بعد تلقي اتصالات من رجاويين كتربطهم بعلاقات. ووضح الحسين عموته انه كاين عده اسباب كتمنعهم من الموافقه على تدريب فريق الرجاء الرياضي في الوقت الحالي. اولها ارتباط بعقد مع الجامعه الملكيه وثانيها رفضوا الاشراف على اي فريق وسط الموسم الرياضي. كما وضح الحسين عموته للرجاويين انه تلقى عرض مغري من قطر غير انه رفض الموافقه عليه احتراما للعقد اللي كيربطوا حاليا بالجامعه الملكيه. وبدا المكتب المسير لفريق الرجاء مسلسل البحث على مدرب جديد لقياده الفريق بعد اقاله المدرب البلجيكي مارك فيلموتس اذ كيدرس العديد من السيار الذاتيه واللي بين المدربين التونسيين فوزي البنصرتي ومعين الشعباني. في انتظار مدرب جديد للرجاء البكاري والمباركي يقودان الفريق خلفا لفيلموتس ضد شباب السوالم. ويقود فريق الرجاء الرياضي محمد البكاري المدرب المساعد السابق للسلامي والشابي وبوشعيب المباركي مدرب فريق الامل ضد فريق شباب الرياضي السالمي غدا الثلاثاء لحساب الجوله 18 من البطوله الوطنيه في انتظار تعيين مدرب جديد بعد الانفصال مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس. الرجاء الرياضي يصنع الاستثناء بين فرق دوري ابطال افريقيا. وضعت نتائج الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال نسختها الجارية فريق الرجاء الرياضي في خانة الاستثناء بعد ما بات الفريق الوحيد اللي حقق فوزين متتاليين في دور مجموعات المسابقة الإفريقية المذكورة. وكان فريق الرجاء الرياضي انتزع فوز تاريخي وثامن من مضيف وفاق سطيف الجزائري بهدف دون رد في المواجهة اللي جمعت الفريقين الجمعة الماضية لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. وفي الوقت اللي حقق فيه فريق الرجاء الرياضي فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات بعد فوزه الأسبوع الماضي على أمازون جنوب إفريقيا بهدف دون رد في شنو الذي ترجي تونسي وميلودي سانداونز في معادلة إنجاز الفريق الأخضر بعد ما كانوا حققوا نتيجة الانتصار في الجولة الأولى. يتفاز الفريق التونسي على جوانين جالاكسي البوسواني بأربعة أهداف دون رد واكتفى بالتعادل الأول أمس السبت ضد شباب بلوزداد بهدف لمثليه. وكان الفريق الجنوب أفريقي تفوق على الهلال السوداني خلال الجولة الأولى في مرجع أول أمس السبت بنتيجة تعادل دون أهداف أمام مضيفه المريخ السوداني.
حكم موريتاني يتولى إدارة مباراة الرجاء الرياضي وحورية كوناكري الغيني في دوري الأبطال. وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تعيين طاقم تحكيم موريتاني لإدارة مباراة الرجاء الرياضي وضيف حورية كوناكري الغيني المقرر يوم الجمعة المقبل لحساب جولة الثالثة من دور مجموعة عصبة الأبطال الأفريقية. وأسند الكاف إدارة المواجهة الحكم الساحل الموريتاني دحان بيدا وغيساعدو كل عبد الرحمن وار وخالدوبا بالإضافة لبوبكر صار كحكم رابع. وساهم الحكم البريطاني في إدارة عدة مباريات في كأس أفريقيا 2021 وكيتعتبر أحد الحكام الشباب في القارة السمراء. يشال أن مباراة الرجاء الرياضي ونظير حورية كوناكري الغيني غتقام الجمعة المقبل على أرضية المركب الرياضي محمد خامس الدار البيضاء على الساعة 8 مساء. DDR المناصرة لفريق الرجاء تتساءل باستغراب العروض الكوميدية بقاعة ممتلئة والملاعب بدون جمهور. وعبرت صفحة أنصار فريق الرجاء الرياضي DDR موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على استغرابها من سماح السلطات لبعض التجمعات مقابل غلق الملاعب الوطنية في وجه الجماهير. وأثارت بعض مقاطع الفيديو والصور اللي انتشرت العديد من العروض الفكاهية خلال الآونة الأخيرة جدل كبير في ظل الحضور الجماهيري اللي كتشهدوا وسط قاعات مغطاة وأماكن مغلقة. ونشرت صفحة ديما رجاء صورة من إحدى العروض الفكاهية وكتبات حضور الجمهور بتلك الكثافة أمر غريب، قاعة مغطاة يسمح فيها بالتجمع في الوقت الذي يمنع جمهور كرة القدم بولوج الملاعب، اتباع سياسة الكيل بمكيالين، الأندية في حاجة إلى جمهورها، فبالإضافة للدعم المعنوي فإن رجوع الجمهور للمدرجات قد يخفف شيئا من الضائقة المالية، القانون يجب أن يطبق على الجميع. يذكر أن السلطات المحلية قررت منع الجماهير من ولوج الملاعب منذ شهر مارس 2020، ومازال المنع مستمر في حين أن بلدان أخرى سمحت بعودة الجماهير للملاعب. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير في امان الله، ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق في ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. Oh,